أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم المساله الرابعه اللي هي مقسم الى اربعه اقسام هنا القسم الرابع عدم النص اجمال النص تعارض النصين وشبهه موضوعيه شبهه موضوعيه يعني النص مبين المكلف مخاطب ولكن اشتبه في التطبيق لا يدري هل هذا هو المامور به او ذاك هو المامور به يعرف على نحو القانون في الشريعه يعرف ما هو المامور به ولكن في الخارج هل هذا هو او ذاك؟ كما اذا قيل مثلا اكرم زيدا وهو يعرف زيد ان المأمور هو زيد يعرف هذا ان المأمور به زيد ولكن اشتبه ان هذا الشخص الذي جاء الان هل هو زيد او لا؟ يعرف انه مامور باكرام زيد من جهه الخطاب هو مخاطب. من جهه بيان الخطاب الخطاب بين واضح ولكن هل هذا هو الفرد الذي ينطبق عليه الخطاب او لا شبه موضوعيه المرحوم المصنف يقول نفس الكلام بالنتيجه هذا مكلف ويجب عليه ان يخرج عن عهده التكليف فاذا اشتبه الموضوع الخارجي بين المامور به وغير المامور به يجب عليه ان يحتاط فيفعلهما معا المرحوم القمي قال لا بالنتيجة هنا أيضا توجد شبهة ولا يعقل التكليف بالأمر المشتبه إذا لا يجب عليه الإتيان بهما معا نعم قام الإجماع على عدم جواز تركهما معا هذه مسألة أخرى تثبت في مورد لا تثبت في مورد هذا تابع إلى التفاصيل ولكن من النتيجة لا يجب الاحتياط المرحوم المصنف يعترض عليه بانه اصلا لا اجمال في الخطاب، الخطاب مبين، اين القبح؟ قبح تاخير البيان عن وقت الحاجه، والبيان واضح ومبين. المكلف صار عنده تردد انه هذا منه او ليس منه. الى ان ندخل في بعض التفاصيل البسيطه ان شاء الله. قال المساله الرابعه ما اذا اشتبه الواجب بغير الواجب وطبعا غير الحرام من جهة اشتباه الموضوع الموضوع الخارجي مشتبه أما الخطاب نعم مخاطب الخطاب بين نعم بين كما في صورة اشتباه الفائتة الصلاة الفائتة يعلم أنه قد فاتته صلاة ولا يعلمها عند اقضي الصلاة اقضي الصلاة مبين ولكن هاي ظهر كانت أو مغرب شك عنده من هذه الجهة أو القبله، صلي إلى القبله، ولكن هذه هل هي جهة القبله أو هذه جهة القبله؟ شك في التطبيق. أو الماء المطلق. ماء مطلق وماء مضاف. ما استطاع أن يميز بينهما. المشكله عنده. فصار عنده اشتباه في الموضوع الخارجي. والأقوى هنا أيضاً كيف تقدم في المسألة الأولى والثانية؟ وجوب الاحتياط. كما تقدم ايضا ذلك في الشبهه المحصوره يعني شبهه تحريميه تقدم انه شبهه تحريميه في اشتباه الموضوع انه احد الاواني نجس تلك المسائل التي اخذت منا وقتا طويلا علم اجمالي احد الاواني نجس احد الاواني خمر كيف هناك شبهه موضوعيه انا مخاطب والخطاب واضح لا تشرب الخمر ولكن اي الاواني هو الخمر شبهه في الموضوع هنا قال بوجوب الاحتياط هنا أيضا قال بوجوب الاحتياط لعين ما مر فيها لعين ما تقدم هنا عندنا تكليف فعلي يجب امتثاله طاعته دفعا للضرر المحتمل إلى آخره من تعلق الخطاب بالفائتة يعني الصلاة الفائتة يشير للمثال المتقدم واقعا مثلا طبعا الفائتة واقعا مثلا هذا يشير للمثال وان لم يعلم تفصيلا او لم يعلم المكلف تفصيلا بالنتيجه لا يدري هل هو مخاطب بهذه صلاه الظهر او صلاه العصر ولكن اقضي الصلاه الفائته مبين وواضح وهو مخاطب به وملزم به ومقتضاه مقتضى هذا الخطاب هو وواصل الى المكلف ومبين ومقتضاه ترتب العقاب على تركها يعني ترك القضاء ترك هذه الصلاة ولو مع الجهل من جهة الفرد لا يعلم أنه هذه الصلاة أو تلك الصلاة ولكن هذا المقدار من الجهل لا يكون عذرا ولا يقبح العقاب بسببه لا يقال قبح العقاب بلا بيان أنت مطلوب صلاة عليك أن تقضيها وقضية هذا مبتدأ وقضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يعني مقتضى هذه القضية مقتضى حكم العقل ماذا؟ وجوب المقدمة العلمية. العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل إذا العقل يدعو إلى ترك هذه الأفراد بالنسبة للشبهة التحريمية وهنا فعل هذه الأطراف في الشبهة الوجوبية من باب المقدمه العلميه ومقتضى حكم العاقل وقضيه حكم العقل بدفع الضرر المحتمل ما هو هذا المقتضي؟ وجوب المقدمه، هذا الخبر وجوب المقدمه العلميه بيان اخر بعباره اخرى والاحتياط بفعل جميع المحتملات وقد خالف في ذلك الفاضل القمي رحمه الله فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات الترك لجميع المحتملات هذا مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية تركناها وراء ظهرنا ولكنه قال يكفي الموافقة الاحتمالية ولا يجب الاحتياط والموافقة القطعية. واحدة من المحتملات نعم حتى لا يقع في المخالفة القطعية يؤدي واحدا، أما ما زاد على هذا الواحد فلا يجيب مستندا في ظاهر كلامه كلامه مفصل رحمه الله الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك المرحوم القومي قال عندي قاعده تدخل تحتها كل هذه الفرضيات ما هي القاعده تاخير البيان عن وقت الحاجه قبيح فلا يعقل صدوره عن المولى اذا هذا المكلف ليس بمكلف بهذا التكليف. مستندا في ظاهر كلامه إلى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك في المكلف به قال كل هذا الشك في المكلف به هو ممنوع وهذا غير مكلف ولا يستحق العقاب لماذا؟ من قبح التكليف بالمجمل وقبح تأخير البيان عن وقت حاجة لا يعقل أن المولى يكلف بالمجمل ولا يعقل أن يؤخر البيان عن وقت حاجة إذن لا يوجد تكليف هنا لهذا الفرد الشاك المرحوم المصنف يقول ما عندنا تكليف بالمجمل ما عندنا تاخير بيان عن وقت الحاجه مفترضين ان الشبهه فقط في المصداق اما البيان فواضح لا تشرب الخمر صلي الظهر وصلي العصر صلي الصلوات الخمس هذا واضح بين لا شبهه فيه لا نقص فيه لا اجمال فيه وانت خبيرون بأن الاشتباه في الموضوع شبهه موضوعيه ليس من التكليف بالمجمل في شيء، التكليف بالمجمل يعني ائتني بشيء ائتني بحيوان وهو يقصد حيوان معين، ائتني بملابس وهو يقصد شيء معين هذا تكليف بالمجمل اما هنا مبين اكرم زيدا غايه الامر زيد اختلط علي بين هذا الانسان وهذا الانسان وانت خبير بان الاشتباه في الموضوع اصلا ليس من التكليف بالمجمل في شيء ولا علاقه له بالتكليف المجمل وكلامنا ليس في التكليف بالمجمل اصل الخطاب ثابت على هذا المكلف والتكليف والخطاب بين غايه الامر المكلف تردد اشتبه ما يدري لان المكلف مكلف به هو مفهوم معين، هذا الامر الواجب مفهوم معين مشخص معلوم بين الا انه طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض المشاكل الخارجيه، لبعض العوارض الخارجيه، لبعض الاسباب الخارجيه. والا انا اعلم انه شرب الخمر حرام بالنسبه للشبهه التحريميه. اعلم شرب الخمر حرام. اختلط عليه هذا الإناء بهذا الإناء، هل هذا الإناء فيه خمر أو ذاك الإناء فيه خمر؟ هذا متنجس أو ذاك متنجس؟ هنا في الوجوب نفس الشيء. كالنسيان ونحوه صار عنده نسيان، صار عنده نوع مرض، صار عنده تردد بالنتيجة. والخطاب الصادر لقضاء الفائتة، ركز على هذا المثال، هذا من باب المثال. اقضي ما فاته. هذا عام شامل واضح يشمل العالم بهذه الصلاة الفائتة بعينها والجاهل بها بلا فرق بينهما يجب عليهما قضاء الفوائد والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام في المعلومة تفصيلا يعلم أنه فاتته ظهر فاقض الظهر والمجهولة أيضا اقض الصلاة الفائتة هذا موجود فالخطاب ما فيه نقص ولا فيه اجمال ولا فيه شبهه ولا فيه تردد ولا فيه تاخير بيان عن وقت الحاجه. وهذا الخطاب العام ما مخصص نقول هذا مختص بالعالم، اصلا ما عندنا دليل يخصص الاحكام بالعالمين بالعالم بالحكم او بالعالم بالموضوع ولا مخصص له لهذا الخطاب بالصلاه الفائته المعلومه بالمعلومه. لا مخصص من العاقل ولا مخصص من الناقل لا عندنا مشكلة عقلية هنا المقتضي هنا بلا, بلا مانع التكليف حسن في نفسه العقاب الذي يستحق المكلف ليس فيه قبح إذن الخطاب تام فيجب قضاؤها وان كانت مرددة مجهولة ويعاقب على تركها مع الجهل بها بعينها كما يعاقب مع العلم والله انا ما ادري اعلم انه فاتتني صلاه اما ظهر واما عصر وانا اعلم بانه عندي خطاب اقضي الصلاه الفائته ولكن لانه ما ادري هل هي ظهر او عصر فاذا اتركها هل يقبح عقاب هذا المكلف نستجير بالله ويؤيد ما ذكرنا عندنا بعض الروايات تقول اذا المكلف علم بانه قد فاتته صلاه في اليوم واحده من الصلوات الخمس فاتته قطعا اليوم ما صلى صلاه واحده عرضه النسيان نسي اي صلاه هي فبالروايه يقول يصلي رباعيه اللي هي قد تكون الظهر وقد تكون العصر وقد تكون العشاء ويصلي ثلاثيه اللي هي المغرب ويصلي ثنائيه التي هي الصبح فهنا نعرف انه الاجمال في الموضوع ما سبب سقوط التكليف بقي هذا الفرد مكلفا مامورا بالقضاء ولو كان الجهل بالموضوع كافيا في اسقاط الحكم لما جاءت الروايات تامره بهذه الصلوات واحده رباعيه وواحده ثلاثيه وواحده ثنائيه فاذا امره بها يكشف عن ان الذمه ذمه هذا المكلف مشغوله ولم تفرغ الذمه بسبب الجهل بالفرد تعيين الفرد وهو المطلوب ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضه، فريضه يوميه فاتته ولكن ما يدري هل هي صبح ظهر عصر مغرب عشاء فقالوا يصلي ركعتين، ثلاث ركعات واربع ركعات. وهذا الذي ورد معللا او معللا ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير. اذا الذمة مشغولة او غير مشغولة قبل الاداء. الجواب نعم مشغولة. ولو كان الجهل بتعين الموضوع موجبا لفراغ الذمة لما قيل انه بعد اداء هذه الثلاثه تفرغ الذمه انما تفرغ الذمه بعد الثلاثه على فرض ان الذمه كانت مشغوله وان الجهل لم يفرغ الذمه ولم يسقط الذمه ولم يجعل المكلف خاليا عن الاداء وانما بقي مامورا بقي مخاطبا بقي مستحقا للعقاب اذا عصى ولذا بعد ان يؤدي هذه الثلاثه تفرغ ذمته معللا ذلك ببراءة الذمة بعد الأداء على كل تقدير لأنه رباعية يعني ظهر عصر عشاء ثلاثية مغرب وثنائية صبح فإن ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كل مقام اشتبه عليه الواجب اشتبه فيه الواجب اشتبه الواجب على المكلف نعرف أن الذمة تبقى مشغولة من هذا التعليل قال اذا صلى برئت ذمته فنحن نعرف انه عند اشتباه الموضوع تبقى الذمه مشغوله وهو المطلوب وعلى هذا الاساس فهم المشهور ان هذه قاعده عامه وليست مختصه في باب الصلاه في هذا الفرق فهموا ان القاعده هي عدم فراغ الذمه عند الشك والشبه في الموضوع أن الذمة تبقى مشغولة ولا يرفعها إلا الإحتياط ولأجل إدراكهم المشهور أدركوا أن هذه النكتة نكتة عامة وليست مختصة في هذا المقام مقام قضاء الصلاة الفائتة اليومية المشتبهة عمموا المسألة لأنه أدركوا أن هذه قاعدة أن الذمة تبقى مشغولة مع اشتباه الموضوع وإنما تفرغ بعد الاحتياط ولذا تعدى المشهور عن مورد النص لأنه فهموا أنها قاعدة عامة ولو ما فهموا قاعدة عامة لبقوا فقط في مورد النص عمموا الحكم عن مورد النص تعدوا عن مورد النص إلى ماذا؟ لو كان مثلا فاتته صلاة وهو في السفر وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثنائية هذا مورد النص تعدوا عنه الى الفريضه الفائته من المسافر مع انه ما عدنا بها نص المردده بين ثنائيه وثلاثيه الصلاه في السفر اما ثنائيه صبح ظهر عصر عشاء واما ثلاثيه مغرب وما عدنا بها روايه قالوا اذا علم المكلف بانه قد فاتته صلاه اليوم او امس او اول امس ونسي هل هي المغرب او الظهر او العصر او كذا فيصلي واحده ثنائيه تجزي عن الصبح والظهر والعصر والعشاء وواحده ثلاثيه عن المغرب كيف افتوا بهذا؟ على اي اساس؟ مع انه لا يوجد عندنا روايه استفادوه من القاعده من الروايات التي جاءت في صلاه الحاضر ففهموا ان الشك في الصلاه الفائته لا يسقط التكليف ويجب الاحتياط ولذا جاءت الروايه بالاحتياط. فهموا ان هذه قاعده عامه فتعدوا من مورد النص اللي هو صلاه الحاضر الى صلاه المسافر فطبقوها عليها ولو ما كانت قاعده عامه لصار من القياس المحرم. فاكتفوا المشهور اكتفوا ب فيها بصلاتين واحده ثنائيه وواحده ثلاثيه. وما قالوا أنه لمجرد الشبهة في الموضوع فتبرأ الذمة ويرتفع التكليف وأنه لا يعقل التكليف لا قالوا بأنه تبقى الذمة مشغولة ولا تبرأ إلا بالاحتياط يبقى الاحتياط كل بحسبه في صلاة الحاضر احتياط الاتيان بثلاث صلوات رباعية ثلاثية ثنائية في صلاة المسافر الاتيان بصلاتين واحدة ثنائية وواحدة ثلاثيه وعندها تبرأ الذمه، فإذن يجب الاحتياط وهذا هو المطلوب، يبقى لماذا قال ويؤيد ما ذكرنا؟ ما قال ويدل عليه، هذا ان شاء الله فقط هنا تضعون اشاره انه لماذا هذا مؤيد؟ هذا يعني يمكن توضيحه، بيانه، تفصيله في الدروس اللاحقه يعني اللي بعد هذا الكتاب ان شاء الله، ليس بالضروره انه كل شيء يبين في هذه المرحله، ولكن من نتيجه المرحله المصنف قال يؤيد، هذا له خصوصيه عندما يقول يؤيد، ما قال يدل عليه، وان كان هو تاييد لطيف وجيد. عاده يقال يؤيد اذا ما كان الدليل بتلك القوه، كان فيه ايرادا من بعض الجهات، كان فيه ضعفا من بعض الجهات، فيكون مجرد مؤيد. فاذا يمكن الالتفات الى ان هذا الدليل ليس بتلك القوه التامه مع انه فيه وجه يعني تأييده للمطلب وتقويته للمطلب بشكل مطلوب ومرغوب وعلى مستوى جيد وليس تأييدا ضعيفا هامشيا ليس على الموازين وليس بتلك القوه لا تأييد جيد اكتفي بهذا المقدار ان شاء الله وادخل باذن الله تعالى وتوفيقه مع بقاء العمر ان شاء الله والتوفيق في التنبيهات والحمد لله رب العالمين آه 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 اضحف آدي في واجبي والنفس دوما في كريم اذري وذنوب والعبد لا يرجو سوا مولا فنعم واكرم